برافو عليك يا الكسندر. ياهو، ايش من صوت شكر؟ ما هو انت بسخت ملابسي، انت السبب. اخوان هذا من البرنامج، ما ابغى اصيرك وترجعني. يا ابوي احمد ربك من زينك يا فقي. يا اخوان والله انه كده حماسي لين التماس. يا واد خليك رجال ولا بتنسحب يا فقي. انا ما انسحب، انا شجاع. بعدين وقف. اوف 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 اوف. سلامات، لحست انتوا اياه؟ ما يا عيال سلامات، وش فيكم انتم؟ هنا في مخ ولا ما في مخ؟ تعال تعال افهمك الموضوع كامل. اركد يا كفته، وش ذا نفس البكله؟ وش السالفه؟ حبيبي صاحب الروسي الكسندر قبل ما يسافر خلي عندي جهاز، هذا الجهاز هذا فيه له برنامج فتاك. تخيل انك تغير الشخصيات، اتحداك تجيب زيه. من جدك؟ ايوه. طب عادي تعطيني اياه؟ يا امانه. واللي يعطيك 5000 ريال؟ خذ كفو. بس اسمع، ابغاك تعامل الجهاز كانه احد افراد اسرتك، وما تسويه باشياء سيئه. ابشر ابشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وايش بهم ذولا غدا وكذا؟ لا ما بهم شيء. شلون حافة ذا؟ أبوك الجهاز البطل. هاي أجعلك من بقايل، وراك حولت عن يا واد، إيش سويت فيا؟ بهدلتني. حمد ربك هبايي، أنا اللي باحلم بعمري. التغيير زين يا حبيلك ولد العم، بس يا ويلك من عمي.